المهندس المدني عبود النجاتي من بلدية الشعب بالنسبة للدائرات الفنية. طبعا لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة نسبة البناء العمراني في ناحية الرسبية، وهذا نتيجة لعدة أسباب. أول هذه الأسباب هي زيادة نسبة البناء بنسبة 10% لكل منطقة، وأيضا زيادة عدد الطوابق إلى 4 طوابق. طبعا هذه الزيادة وزيادة نسبة البناء وزيادة عدد الطوابق جاءت نتيجة عدة اجتماعات تم عقد هذه الاجتماعات مع الإدارة في القامشلي في قامشلي وكانتون واللجنة الإقليمية، وجاءت الموافقة على زيادة نسبة البناء 10% وزيادة الطوابق إلى 4 طوابق. قبل كانت نسبة البناء ضئيلة 40 إلى 50%، عدد الطوابق كان طابقين فقط، وهذه أدت إلى تأخر في المشاريع العمرانية في ناحية البسكي.